حاسس ان القانون اللي عملته لنفسي نسيته. العمل مع الاستاذ محمود عبد العزيز هو عمل طول ما الحاجه مظبوطه والشغل مظبوط هو اسهل حد ممكن تتعاملي معاه، فالحمد لله احنا بنحاول نبقى نشتغل بشكل بروفيشنال، وده بيخلينا مفيش اي مشاكل موجوده. والحمد لله هو راجل بيحتضن كل الناس من اول المنتجين لحد اصغر حد في اللوكيشن. وشوشه الموقع الفني الاول في مصر، رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org